فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا مات الميت ودفن يستقبله أهل القبور ويسألونه عن أمور الدنيا؟ هل إذا مات الميت ودفن يستقبله أهل القبور ويسألونه عن أمور الدنيا؟ نعم، ورد هذا، ورد أنهم يسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة، فيسألونه، ورد هذا. نعم، تتلاقى الأرواح بعد الموت، تتلاقى الأرواح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.